للحديث أكثر عن أوجه استفادة مصر من انضمامها لتجمع البريكس عبر الهاتف معنا الدكتور فرج عبد الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي. دكتور فرج، أهلا بك ضيفا كريما على شاشة التلفزيون المصري. يا أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك والسادة المشاهدين. دكتور فرج، يعني فرصة كبيرة إنجاز التعبير في انضمام مصر إلى هذا التجمع الاقتصادي الكبير والذي ينتظره الجميع في الدول الإفريقية وفي الدول العربية لتعبر مصر عن طموحات تلك الدول. مصر طرحت رؤيتها في التعامل مع هذه القمة مع البريكس وقضايا إفريقيا، ومن ضمن ذلك الطرح دكتور فرج التعامل مع أزمة الغذاء العالمية على أثر الحرب الروسية الأوكرانية وإصلاح الهيكل الاقتصادي والمالي. كيف للتعامل مع هذه الأزمات وأزمات الدول النامية أن تعبر عنها مصر، وما هي أولويات التعامل مع هذين الملفين للمجتمع الدولي؟ بكل تأكيد يعني انضمام مصر لمثل هذا التكتل الضخم اللي بيمثل أكثر من 30% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للعالم، وبيمثل ما يقرب من 40% من سكان الأرض، فرصة ممتازة لتعميق التعاون مش بس التجاري، ولكن التعاون على مستوى يرقى إلى حل المشكلات القائمة اللي بتؤرق العديد من الشعوب وخاصة الشعوب الأفريقية. ومن ثم يمكن جاء الطرح المصري بضرورة البناء على قمة نتائج قمة المناخ 27 والاستعداد لقمة مناخ 28 وطرح قضية الغذاء، خصوصا فيما يتعلق بالحبوب وصادراتها حول العالم وما يلحق بها من ضرر بالغ يؤثر بشكل واضح على يعني التضخم في دول كثيرة. يمكن احنا بنتكلم على اكثر من 90% من الاثر نتيجة للصدمات في اسعار الغذاء بيقع على عاتق الدول النامية ومن ضمنها دول طبعا البريكس بلس في الوقت الحالي. فأثمن طبعا التحرك المصري من خلال طرح رؤيته بجعل مصر هي بمثابة نقطة التقاء لتجارة الحبوب العالمية، تأمينا للغذاء العالمي وتأسيسا لمرحلة جديدة في النظام الاقتصادي العالمي. دكتور فرج، على ذكر توسيع العضوية، وجه الاستفادة الحقيقي وانعكاس ذلك على الدولة المصرية؟ بكل تأكيد هناك عدد من الاستفادات في الأجل القصير، بنتكلم في تعميق التعاون التجاري ما بين الدول الأعضاء، تخفيف الضغط على العملات الأجنبية، خصوصا أنه هناك اتجاه واضح نحو من خلال الدول الأعضاء في بريكس نحو تعميق التبادل التجاري بالاعتماد على العملات المحلية بديلا عن الدولار، بالإضافة طبعا لتعزيز التعاون في مجال التمويل المنخفض التكلفة. يمكن احنا شاهدنا دخول مصر أضويتها في 2021 لبنك التنمية الجديد، وهو معني بتوفير تمويلات ملائمة للدول الأعضاء ميسرة منخفضة التكلفة تستهدف بشكل أساسي تمويل التنمية الحقيقية في هذه البلدان. بكل تأكيد من المؤكد أن تعود على مصر من عضويتها في بريكس بلس زيادة التبادل التجاري مع الدول الأعضاء، إتاحة الفرص التمويلية طويلة الأجل الممتدة متعددة الأطراف في العديد من المجالات، ويمكن في مقدمتها القطاع الصناعي وبالتحديد قطاع صناعة السيارات، هيدي فرصة للدولة المصرية الانخراط بشكل أعمق في عدد من القطاعات التي يعني ساعد فيها الدول المؤسسة، ويمكن تيجي في مقدمتهم الصين في تعميق الصناعات اللي ممكن ما تكونش موجودة عندنا في الوقت الحالي ومنتظر ان هي تدخل خلال الفترة اللي جاية، خصوصا ان التوجه العالمي بعد أزمة كورونا وبعد الأزمة الروسية الأوكرانية بيشهد بشكل كبير إعادة توزيع يعني آلة الإنتاج ومراكز الإنتاج لعدد كبير من السلع الصناعية المؤثرة في حجم الناتج المحلي الإجمالي للعالم كله. إذن ستكون الاستفادة كبيرة، كل الشكر والتقدير. ضيفي الكريم الدكتور فرج عبد الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي، شكرا جزيلا لك.